دراع سيكون الهاكر سايبلوس ام تريار؟ تابعونا حتى نهاية الحلقة. باقا يضربط حسبات اي طراح ضربات طماش ما طلعش باباي. واو واحدة اخرى ومالو هادو حمار لا قاتل سيدا سايبلوس من سيكون يا ترى الهاكر الذي يبغى الحلقة ها واضربوا واحد ضربوا اخرى ها اضربوا هاي دراري مكي يقول لك تري هارد ينيك الكل تري هارد ينيك الكل قالوا زباهية هاي شتوها دراري هنا يكتشف سايبلوس الخدعة يكتشف خدعة تري هارد ماذا سيقول سايبلوس الآن تابعونا في الحلقة 917 من خونا سايبلوس هاكر في برنامج من هو الهاكر اضربه با ما طلع والو هذا شنو سميتو سميتلو هذا سميتو شنو هو سميتو هذا ماذا سيكون سميتو هذا خلينا نتابع الحلقه لا تطلعوا من اللايف سيكون هناك مفاجاه الان في البث المباشر نو يلو دامج يعني فاش ضرب بنادم ما يطلع حتى شي حاجه هنا سايبلوس تكتشف ان خونة تريارد يستعمل في سكريبت نو يلو دامج ايه طالمانو واو 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 ملا سيبلوس مقود الى ضربتي بنادم الكرش ولا الصدر ولا الرجلين ما يطلعني صفرني حتى شي حاجة قع بحال ما ضربتيش صح لهنا سيبلوس يكتشف انه السكريبت هذا اذا ضربتك الارضوك ضربته في السرمو لا ينحسب الدماج نعم 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 يا زميل نعم هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المحقق سايبلوس خلينا نتابعه خلينا ماذا هناك؟ ان سايبلوس اكتشف خدعة اخرى يا الهي المحقق سايبلوس اخيرا اكتشف خدعة الهاكر مش نرمال خلينا نتابع الحلقة هذا هاكر نوب نعم اخيرا سايبلوس يعترف انك تريهار هاكر شوفوا الايم كي غادي تشد في الثلج شوفوا الايم تشد دابا الايم تشد ليه في بنادم مر الثلج فهمتيني الثلج شوفوا هذا هاكر نوب بالرجوله نعم سايبلوس يصرح ويقولها ويخرج عن صمته ويقول بالرجولة نتابعوا الفيديو نعم شوفوا الايم كي غادي تشد في الثلج شوفوا ايم يشد في الكرز اكتشف سايبلوس اكتشاف ان الايم يشد في الكرز بنادم مر الثلج فهمتيني بق نايف يا يو
سبحان الله كيضرب الله. نعم 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 هنا هنا سايبلوس يقول سبحان الله سبحان الله. ما هذا ما هذا ما هذا الهراء يا صديقي؟ ماذا تفعل يا دريان؟ لقد اكتشفت الخطا اخيرا في برنامج سايبلوس يصطاد الهاكروات في البث المباشر عند بي ان اي. ما لا جو ما لا جو ما لا جو الام بي يكون فرط زين. ايه مقود سايبلس ايه مقود. واو لأول مرة المحقق سايبلوس يقول واو. يا ترى ماذا ستكون الخدعة التالية في برنامج محقق سايبلوس للهاكروات؟ هل سيكون تري هارد هاكر وتثبت عليه التهمة؟ نعم نحن نقول أن الهاكر والمتهم بريء، هذا تثبت إدانته. ماذا رأيكم يا شات في الكلام اللي يقول فيه المحقق سايبلوس؟ هيا تابعوا بقية البرنامج هذايا على منصة النيمونة. ماما يعطيك عصبة في الطنانة. ضربة أخرى الدراري مشات مسكين هذيك بلا ما تقع. نعم 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 مرة أخرى يتحقق سايبلوس ويقول أنها ضربة ثانية. الضربة الثانية يا الدراري لا ينحسب الدماج الأصفر، إنه الدماج الأصفر لا ينحسب. بعد ذلك يثبت أنه السيد هذايا ماهوش هاكر وأنه الجيم هذه تجم تكون جيم قلوة. ما عاد ما مشكل من الجيم، دماج بوك من اللعبة بوك من اللعبة بوك إيش مش يكون بالله. ثواني لحظة الوليد كونان يكلم فيها شخصيا. الو عسلامة تفضل. مرحبا اسامة. مرحبا اسامة شكون؟ لا مش اللومي انت. شكون معايا؟ شكون معايا انا؟ انا اسمي اسامة. اما لومي منش لومي انت شكون؟ شكون معايا؟ قول لي شكون. اسكندر يعيش خويا. قول لي اسكندر يعيش. ماني انا خاف من العباد تاخذني نمرويا كذا. نقول لك راني انا اسامه مش لومي فهمت. والله حاليا نخدم على روحي في لايف ستريم. تو نكمل نكلمك بارتين جا با. كملوا نتابعوا التحقيق. نعم 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 المحقق سايبلوس مرة أخرى
يكتشف ان تريارد الاسبيراسيون تاعو وايد. ايه طالبان شنو هذا شنو هذا يا معلم سايبلس؟ مش ممكن مش ممكن. اكتشافات بالقحبه، افكار بالقحبه. الله عليك الله عليك يا مغربي يا سايبلس. الله 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 الله. ابعد الفيديو. فوق اي محقق اي عاد محقق ساقط بالساعة ساقط على الحق. نعم المحقق شكله اكتشف خدعة المحقق